السلام عليكم. طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفة استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية على الحدود. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منشأة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا. وأضافت الوزارة أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52. وأكد الدفاع الروسي من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية حلقت مقاتلة من طراز SU-35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو لاعتراض الطائرة الأمريكية. وأضافت الوزارة بعد إزالة تهديد الطائرة العسكرية الأمريكية على حدود دولة روسيا عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها. وشددت الدفاع الروسية على أن تحليق الطائرات المقاتلة الروسية في امتثال صارم للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.